نتذكر هذه الندوة الصحفية عندما قال السيد وليد الرجراجي: إذا وضعتم الثقة في المنتخب في اللاعبين يمكن لهذه الكرة أن تصطدم بالعمود ولا تدخل إلى المرمى، وهو ما وقع فعلا. ما أهمية الثقة والإيمان بالآخر في مواقف كهذه؟ شكرا أختي جوهرة، وهنيئا لنا جميعا كمغاربة كمغاربيين كعرب كأفارقة بهذا المنجز الرياضي. الحقيقة أن ما تفضلت به الأخت جوهرة إنما يعكس أمر اهتم به الكثير من المحللين، وأعتقد أن هذه اللعبة السحر ديال كرة القدم، ولا أريد أن أذهب بعيدا عن سؤالك بل أنا سأجي في قلب وفي جوهر السؤال، أن سحر كرة القدم في أنها اللعبة الرياضية التي استفزت كثيرا من المفكرين والسوسيولوجيين وحتى الأدباء. كبار الأدباء في العالم تحدثوا عن كرة القدم، مثل جرامشي المفكر السياسي الإيطالي جرامشي، مثل الإيطالي الرواية الإيطالي إمبرتو إيكو، مثل النمساوي بيتر هاندك، مثل الأمريكي بول أوستر، مثل الفرنسي ألبير كامو، الشاعر العربي الكبير الفلسطيني محمود درويش، وهكذا. أنا أعتقد أخت جوهرة أن سحر كرة القدم ليس في من يلعب فوق رقعة الملعب، بل سحرها في من يتفرج في اللعبة، من يتفرج في اللعبة سواء داخل الملعب أو خارجه، لأن الشغف الذي تحدثه وتحدث الانتماء، تحدث الانتماء إلى العائلة، تحدث الانتماء إلى معنى جماعي وإلى جماعة وإلى حضارة. حين نتمثل الآن كرة القدم، الصورة التي عكستها نهائيات قطر هي أنها قدمت للعالم صورة عن جماعة بشرية لها عناوين ولها علامات حضارية، وهذه الصورة التي يروجها الإعلام ويعطيها مدى كبير، وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة الانترنت وغيرها وحتى التلفزيون والصورة وثقافة الصورة، هذا جعل على أن المجال ديال الصراع ديال القيم، قيم ديال الأمة عربية إسلامية وقيم ديال مجتمعات أخرى، وهذه مباراة أخرى، وهذا هو الشغف الذي تحدثه كرة القدم. حين تحدث المدرب المغربي وليد الرجراجي على أن النية والشغف يعني الروح التضامنية مع المنتخب سيجعل أن الكرة تضرب العارضة ولا تدخل، وهذا أمر تحقق في مباراة كندا، ربما الغاية منه هي التجسير قوة الانتماء إلى الجماعة التي يمثلها المنتخب المغربي. وهذه الجماعة ليست فقط نحن المغاربة، بل هي جماعة ممتدة مغاربيا، لأن الشغف الآن على المستوى المغاربي في الشعب الجزائري وما حدث على الحدود في منطقة بين السعيدية بين المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر من المواطنين الجزائريين الذين جاءوا لتحية إخوانهم المغاربة والمغاربة الذين ردوا التحية بأحسن منها، ما حدث في تونس، ما يحدث في ليبيا، ما حدث في مصر، وما يحدث في إفريقيا وفي موريتانيا وغيرها، هذا عكس على أن اللعبة هي لعبة لتجسير الانتماء ولإعلاء قيمة الانتماء كذلك، وهذا هو سحر كرة القدم فيما أتصور.